حسام المجالي من الاقتصاديين الكبيرين في هذا البلد، كتب كثير وبتحدث كثير في هذا الموضوع، موضوع قضية المتعثرين. يبدو أخونا حسام بتحب اتصال بيصير. أخوي نبيل، تفضل يا نبيل. بعرفش مين بعد كاميرا. تفضل أخوي نبيل، معنا أخوي نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام أخونا أبو خليل، مساء الخير يا يسعد أخي. مساء النور، يسعد مساكم جميعا. أول يسعد شيء يا مساك. إخوان، كل الاحترام والتقدير للأخت نرمين. الأخت نرمين بتعبر عن فكرها، عن رأيها، عن قناعتها، يخلف عليها وبارك الله فيها. صحيح إنه يعني كثير حاضر. من كلامها واقعي ومنطقي، كثير من كلامها واقعي ومنطقي. بارك الله فيك يا اختي نرمين. حتى انا وجهت لك عده اسئله، يعني انه انت بواضح انه انت ضليعه بالقانون. بس بنفس الوقت يعني بدي اعقب على نقطه واحده، انه اذا احنا بدنا نمشي في الست محاور اللي ذكرتيهم مع الاحترام، حكوماتنا على مدار عقد قرن كامل، 100 سنه قادمه ما بتنهي الدراسات. لانه اي قضيه بدك تترحليها لازمنه مديده، اخليها بشكل دراسات ولجان والى اخره، فمن 100 سنه ما بتنحل قضيه المتعثرين. كل الاحترام والتقدير، كلامك كثير رائع وكلامك كثير منطقي، بس مش عند حكومتنا. عند حكومه تشتغل لصالح شعبها بتحل القضيه في خلال 14 يوم، بينما الطرح اللي طرحتيه بدهم 100 سنه ليشكلوا لجان له. انا بحييك وشكرا كثير لك. الأخت كلامك نرمين، والله أخوي أبو خليل، حتى الشباب يكونوا عارفين، الأخت نرمين اشتغلت من أيام العفو العام، وأنا بعرف عندها دراسات وعندها كثير نقاط للحل. لكن زي ما تفضلت، إحنا الآن في قضية وطن آنية حالية ومستقبلية، يجب النظر إلها بحلها سريعا، اللي هو إحنا المطلب الحالي الآن، وبعدين نعمل هذه الدراسات ونقعد على المحاور ونقعد على الطاولة المستديرة ونحل هذا الأمور. هذا واحد. اثنين، مين اللي بده يمثل المتعثرين؟ المتعثر الحقيقي اللي عايش من الألم ما بيقدر يقعد يحاور الحكومة على الطاولة. مسكوه بحطوه بالسجن فورا، بزتوه بالسجن. اخوي رائد وما في طبيشات، معلش بلا، اخوي رائد طبيشات بيقول تصبحون على خير. بعرفش تاخرنا عليك يعني، ولا انت عندك شو؟ اعطينا شو عندك يعني، اعطيني شو عندك اخوي رائد. حلمك علينا اخي رائد، كل الاحترام والتقدير. كل احترام، احنا فاختنا بنسمع جميع الاراء اخوي رائد، اعطينا طرحك كمان، بدنا اياك انت معنا، انت يعني من ايدينا اللي بتشتغل بهذه القضية. فكل الاحترام تفضل. والتقدير لاختي نرمين، طرحك رائع وكلام اغلبه واقعي ومنطقي، بس للاسف مع حكومتنا بيكون غير واقعي وغير منطقي، لانه بيضلوا يرحلوا الازمه من حكومه لحكومه، من مجلس نواب لمجلس نواب. وصدقتي النواب ما بينفعونا، سنتين ونص النواب شغالين، كان حلوا 100 قضيه مش قضيه المتعثرين. حكومة ترحيل أزمات، نعم، حكومة بالضبط. ترحيل أزمات. شكرا لك، تفضل أخوي أبو خليل. كل احترام وتقدير لك. انا بدي اجي لباب ثاني، ومعلش اخونا سامر الزيود اتحملني. اساءة ما بصدر مني، اساءة ما بصدر مني، وانا ما بسيء لانسان، بس من بعض المطالبين بحل قضية المتعثرين اصبحت الاساءة منهم للقضية وضد القضية. انا أخوي بوجه راشد كلامي ممكن تطلع، تفضل دقيقة بس. انا ب... انا ب... انا بوجه كرام كلامي. تحملني اخي سامر رجاء، مش حطول عليك، عشان اخونا رائد الطبيشات واخونا ابو راشد القواسمة طلعوا كمان اذا في مجال. حاضر. ابو كرم الصدومي، انت كشخص انا بحترمك وبحبك وبقدرك، بس انت خرجت عن المسار، اختلفت البوصلة عندك من وقت ما بلشت تتلمع في النواب. انت رحلت القضية ورحلت الأزمة لمجلس نواب قادم سنتين ونص. النواب لو كان عندهم نية الحل انحلت قضية المتعثرين سنتين ونص، بحل مليون قضية في سنتين ونص.
اخونا ابو كرم حاضر اخوي القدومي. مصطفى، راح اخذك، بس في عندي اخوي فارس كمان بده يتكلم مكالمة. تفضل اخونا اخوي ابو مجد. كرم القدومي بكل احترام وتقدير، يخلف عليك على اللي قدمته. انت مبدأك عدم الاساءه وعدم الشتم. على اي اساس وباي حق مباشر تشتم في النواب وفي وزير العدل حاضر اخوي وفي مجد. رقيب المحامين؟ ليش؟ كل قضيتنا عند وزير العدل وعند اللجنه القانونيه في مجلس مجلس النواب القضاء. اللي عبد المنعم العودات، ممكن يكون رئيس مجلس النواب القادم. انا لما بشوف انسان بيشتمني وله عندي مصلحه ما بمشي له مصلحته. صدقت. اثنين، معالي بسام التلهوني من اكبر المناصرين لقضيه المتعثرين، مش شرط يعلن هذا الحكي. الأروقة الرسمية بسام التلهوني معالي بده يحل القضية، ليش نازل أنا تهاجم فيه؟ حكيت وكثير من الأشخاص سمعوني إنه الرجل الوحيد اللي مع قضية المتعثرين بسام التلهوني. الناس مش راضية تقتنع بهذا الحديث. انت اليوم بتعليق، انا رديت علي يا بس يا ابو كرم، انا ذكرت انه معالي بسام التلهوني رجل محترم ترفع له القبعات مع الاحترام والتقدير. بتقول لي تقنع مظبوط ترفع له القبعات لانك مثله، بشرفني اكون مثله بس ما طيب بشرفني امشي ضد القضيه. انت يا اخويا، ابو كرم، معلش اخي سامر، من شهر 6 السنه الماضيه يا ابو كرم ضيعت القضيه، ما في تضيعها مره ثانيه. في الوقفات قبل قانون الدفاع كان في عندنا وقفه باب رئاسه الوزراء، وانت طلعت بث وصرت تتوه الناس وتقول الوقفه باب وزاره العدل. ليش؟ بثك محفوظ عندي يا ابو كرم، وانا علقت لك على بثك وطلعت بث اخوي وقلت نبيل، يعني احنا مفهوم للجميع وفهمنا ابو كرم الجميع. انت، احنا كل ابو كرم انت شخص من شعب، كل الاحترام والتقدير لشخصك كانسان، بس عملك هلا مسيء لقضيتنا. اذا سمحت ابعد عن القضيه، ما بيمثل المتعثرين الا المتعثرين انفسهم فقط من داخل الاردن، وبنرفض رفض قاطع تسييس القضيه يا ابو كرم لو سمحت. نعم احنا نعم قضيتنا وطنيه وحقوقيه. أخوي راشد حاضر خلينا والله، غير تطلع هلا، بتطلع بس يا في ابو راشد اتصال ضروري، راح ناخذ انت بعد منه. فرجاء اخونا ابو كرم يخلف عليك على اللي قدمته، وانا اللي عرفت الناس فيك يا ابو كرم. بطلب منك ابعد عن القضيه، احنا لا بطلب منك بود. فاذا تكرمت ابو كرم ابعد عن القضيه، خلي القضيه شكرا لاصحابها. شكرا أخوي نبيل. احنا انا يا بعتذر اخوان، اخي يعني ثامر، انا بعتذر اخي ثامر، بس انا كان لابد، انا كنت كان بثي اليوم، بس احتراما لك لانك اعلنت مسبقا، تواصلت معك وطلبت منك اطلع، لانه انا كنت بدي اطلع البث اليوم عشان الهجوم على رموز البلد. يا انا الي عندك مصلحه يا سامر، اشتمك واسبك ليش؟ تعطيني اياها مصلحتي تتمشي لي اياها؟ تمام ابو اخويا كرم نبيل، ابعد احنا عن القضيه. بجوز بتذكر من سنه احنا تكلمنا بهذا الحديث، ولا زال احنا كل ما نوصل لزبده بينحط قدامنا حجر عثره، وحجر هالعثره يا ابو كرم الكل مجمع انه منك انت. مشان الله يا ابو كرم، بنترجاك طالب اما بحق وما تسيء للناس، واما ابعد عن هالقضيه، يا بتحط اتركنا ايدك خلينا بايدنا نشتغل. ابو علي اخوي سامر، بده يكمل يحط ايده بايدنا ويمشي بمطلبنا، مش يقعد يهاجم رموز الدوله. تمام اخويا، قضيتنا حقوقيه وطنيه، نرفض تسييسها. لا ابعد عن لتسييسها، واحنا قضيتنا. حكينا من بداية البث احنا لسنا اصحاب اجندات، وبالعكس اقول لك لو قضيتنا على مصلحة الاردن احنا بدناش تنحل. احنا اجندتنا وطنية اردنية في ظل الراية الهاشمية، واحنا مع حكومتنا ومع نعم جلالة سيدنا، بس احنا مش مع نوابنا. تجار يا اخوي ابو خليل، احنا تجار تعثرنا وبناء وطن وقلبنا وهمنا الوطن، احنا مش شتامين ولا سيئين ولا نصابين ولا محتالين، هذا الكلام اللي بنحكيه. معالي بسام التلهوني ترفع لك القبعات، يخلف عليك. بعرف شو اللي بتسوي لقضية المتعثرين ومتأكد منك. كلام حكيناه ولا عبد زلت المنعم احب اردد. العودات يخلف، النائب عبد المنعم العودات يخلف عليك، نزلت باقتراحات و إلى آخره، اقتراحاتك بناءة وبتحل قضية المتعثرين.
نوفان العجار ما يخلف عليك، قدمت حلول رائعة جدا. معالي عمر الرزاز، أنا طلعت في بث السابق ووجهت رسالتي إليك، يا ريت تكون وصلتك. أختنا نرمين، كل الاحترام والتقدير إليك، وأنا بعتذر عن أي شخص فهمت كلامه غلط، أنا فاهم مين اللي تحكي عنه. كل الاحترام والتقدير إليك أختنا نرمين، كل الاحترام والتقدير للجميع، كل الاحترام والتقدير لكل إنسان بيقدم لو كلمة للقضية. شكرا شكرا لك اخوي نبيل. سامر، شكرا لك. شكرا لك اخوي نبيل. اخوي رائد أنا طبيشه. متابع اخوي معاكم، رائد، كل شكرا، الاحترام تصبح على والتقدير. خير اخوي نبيل. اخوي رائد طبيشات، انا تحدثت بالبدايه، وجهت كلامي مناشدتي بصرخه من المتعثرين لجلاله سيد البلاد. هذه قضيه وطن، قضيه ابناء وطن لازم تنحل. وجهت كلامي لدوله عمر الرزاز، لماذا الارتجاف؟ ليش ترحيل الأزمات؟ أنت وعدت بحل القضية ولازم تتحدث بحل القضية. أخوي رائد، أنا تحدثت، ولكن إحنا الآن نتحدث على شيء حصل، إنه إحنا نوه أخونا الأستاذ طارق قبل يومين إنه ما نكون شتمين، وبجوز كان الأستاذ طارق بيجمل بالحديث إنه بده يوصل الرسالة للجميع، لكن يبدو إنه أخونا أبو كرم وبعض الناس ما فهمها لغاية الآن، بيسيء وبيشتم. إحنا أصحاب حاجة، صاحب الحاجة أرعن، إحنا أصحاب حق، حق مشروع، نطالب بحق مشروع، بنوصل صوتنا بحق مشروع. طبعا عذروني، في أخونا فارس بده يتحدث، خليني بس أرن عليه مكالمة لأنه حديثه يصب في صلب الموضوع. فأخونا اللي طلب كاميرا الآن، ومصطفى الزيودي أخوي راح تطلع، بس أعطيني وقت أخذ أخونا فارس. أخوي فارس إذا معنا على البث أنا برن عليك هيني. مساء الخير أخوي فارس. مساء الخير، يعطيك العافية دكتور سامر، مساء الخير يعطيك ويعطيك ألف العافية عافية. الجميع إن شاء الله. أنت على البث، تفضل، الكاميرا معك والبث معك. يا سيدي الله يعطيك العافية يا ربي دكتور سامر والجميع إن شاء الله. الله أنا يعافيك. في عندي يعني كم ملاحظة عشان ما نزيد، لأنه يعني ما قصرت والجميع ما قصر، ولكن أول شغلة خلينا نقولها بالنسبة للمتعثر، يعني هو مين المتعثر؟ تفضل. المتعثر دكتور سامر يعني بشيء بسيط، هو إنسان يعني كان ظروف معينة وبعدين دارت عليه أو صار عنده ظروف طارئة، بطل يقدر يسدد، بطل يقدر يعني يقوم بالتزاماته اللي كان ملتزم فيها مع الدائنين. فهذا يمكن يكون كتاجر بمئات الآلاف أو بالملايين، وممكن يكون كمان موظف بسيط وكان يجي راتب ومعتمد عليه وبعدين وقف، بطل، لا عنده شغل ولا عمل. تمام. خلينا نتكلم عن نفسي، عمري 42 سنة، كنت انا يعني بوضع وندمت باكثر من 150 160 الف، الان ظل عندي منها 100 يعني تقريبا 20 الف او 22 الف دينار. ما عندي ولا قيد امني، ما عندي ولا اي شيء بكل مسير المهنيه. خليني اقول، فهل انا انسان يعني ينطبق علي كلمه نصاب؟ اكيد لا. لما يكون تاجر كاسب مثلا 500 شيك او 1000 شيك عمره ما رجع له اي شيء منها، ومره واحده مثلا انكسر لظروف مثل الظروف اللي بنعيشها الان لكورونا، هاي ظروف خلت الجميع بالنازل. ففي يعني لازم يكون في حلول، هاي اللي بنتكلم فيها، هاي النقطة الأولى، لأنه كثير انشرحت. فأنا يعني مش ذنبي، أنا مش ذنبي إني أنا أنحط بخانة مع النصاب ومع السراق ومع السارق ومع الكذا، لأنه هذاك بيخلص محكوميته، إذا انحكم جزائي بيطلع يقارن بالحق الشخصي، بيصير بتحت قانون تنفيذ، وهاي مش خطأ. نحن خلينا نقول احنا في مجلس نواب كان بيمثل الشعب، هو اقر هاي القوانين، فالمجلس القضائي قضاء مستقل، السلطه التنفيذيه هي اللي بتطبق هاي القوانين. احنا الان دورنا وواجبنا انه نشرح النقطه الضعف اللي فيها، انه بحاجه لتعديل لهذا القانون التنفيذ، بحاجه لدراسه من جديد، نوضح، نحط الضوء، نسلط الضوء على هاي النقاط عشان يكون في حلول، ان احنا كناس فعلا يعني متاثرين. فانا حقي بدي اعيش بكرامتي وأعيش بين عيالي وما شتت أسرتي، وكمان أحفظ حق أخوي الدائن، لأنه هذا حقه كمان وبدي يرجع له، ولكن بدي أقول لهم أنا خليني أشتغل، تعال أنت أحكم علي، في عندي أنا أي إشي بعد ديني مسجل باسم ثاني نقلته خذه، ولكن أعطيني أنا كمان حقي بالعيشة الكريمة، أعطيني راتب قول لي هذا كله بده يتسدد، وهذا عيش فيه بكرامتك أنا معاك. أبدأ. فهي النقطة الأولى أخوي دكتور سامر.
يعني النقطة الثانية، خلينا على النقطة الأولى، أبدعت أخوي فارس. يعني إحنا مثل ما تحدثنا من بداية حديثنا، إحنا تجار، إحنا أبناء وطن، إحنا تعثرنا، لسنا مجرمين ولسنا نصابين ولا محتالين. نعم يا دكتور، ولكن كمان عشان ما نظلم اي انسان، احنا كتجار ماشي الحال بمئات الاف وكنا نشتغل يمكن باكثر، ولكن كمان في انسان بسيط كان يشتغل موظف ان شاء الله بجيب 700 دينار، ان شاء الله 500، ان شاء الله 400، واخذ مثلا اقساط كان يدفعها وبعدين وقف بطل يقدر يسددها. في عندك نساء راحت عمرها ما طلعت من باب البيت، راحت لانه زوجها لقى انه هذا الحل، صندوق مرأة ما اعطوش الا للمرأة، اجوا اهل البيت واخذوا منها وما قدرتش تسد، صارت كمان هاي تعتبر مطالبة. فإحنا بنتكلم يعني بفئة من هذا الشعب كامل بحق. الآن إذا في أي ناس، هاي النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية، أنا ما بيشرفني نهائيا يطلع إنسان، وأنا يعني بتكلم بكل صراحة، أنت أخونا أبو كرم القدومي بتقول إحنا لجنة، أول إشي أنا متعثر، أنا عفوا ما أعطيتك تتكلم باسمي ولا بتشرف، مع احترامي للجميع ما بتشرف، انا انسان، انت تعتبر يعني تدخل لي على بثات ناس معارضين شتامين للمملكه ولقيادتها ولمسؤولينها، انا ما بتشرفني، انا ما اعطيتك مني تفويض انك انت تمثلني وتتكلم باسمي نهائيا، ما بتشرفني وما بس كمان برضى انك تتكلم باسمي. وفي غيره الكثيرين، الكل انسان بيدخل على بث من البثات الوسخه اللي بتعارض واللي بتغلط، مش معارضه شريفه، لا، احنا لو كل يوم بنضل نقول ان حكومتنا لازم تعمل هيك ولازم هيك وتتغير، معلش، ولكن انسان بيشتم في الوطن وبيشتم في قياده الوطن وبتدخلوا على بثاته وبتدعموه، والله يغضب اللي بيحط غضب وشاركوا البث يا جماعه، فانت عفوا مين انا، كيف بدي اخليك تكون انت مؤدي لي؟ انا هيدي متعثر وبقول لك يا اخي، لو انا صاحب القرار ما بردش عليك، اذا انا فعلا بدي اشوف هاي اللجنه تبعتهم مين هم هذول اللي ممثليننا؟ مين اعطاك انت تصريح انك انت، مين اعطاك التصريح، مين اعطاك انت انك انت تمثلني؟ انت ما بتمثلني، انا ما بتمثلني انت. بعدين عفوا، انا على بثك هيني ومتعثر، ولكن انا بقدم اعتذاري لكل شخص اساؤله، هذول هم يتكلموا باسم فلان، هم ما بيمثلونا ولكنهم اساؤلنا، سواء نقيب محامين، يا اخي هذا نقيب، يعني نقاب مهنيه، نقيب لمحامين بيطالب باللي بيشوفه هو حق لهم، وهذا كمان يعني وزير وهذا مسؤول وهذا كذا، فأنا بقدم اعتذاري لكل شخص تمت إساءته في أي منشور وأي بث. إحنا مهمتنا أنه إحنا بدنا نسلط هذا الضوء، لأنه إحنا ناس محترمين، ناس خدمنا الوطن الحمد لله ربعين بعز وكرامة، ولكن ما نقبل أنه إحنا قضيتنا ناس تسيسها وناس كان ثانية تيجي بدها مصالح شخصية من وراها وناس تجمع، هذا الشيء لا. وأنا بطالب من خلالك أي إنسان بيقول أنا من طرف اللجنة كذا أو اللجنة كذا، الحكومة كلها ما تستقبله، إحنا بنتكلم بأنفسنا، يطلبوا يا أخي الحكومة جيب لي ناس من المتعثرين التجار، جيب لي ناس من المتعثرين الموظفين اللي بطلوا يقدروا يشتغلوا، جيب لي ناس من النساء اللي اتبهدلت مع الصناديق مستعدين بشكل عشوائي، يطلع لك ناس وبينه، هذول هم المتعثرين الحقيقيين، مش المتعثرين اللي قاعد مش حتى في داخل البلد، ولا حتى في داخله مش داري فيهم وقاعد بيتكلم ويسيء للناس. احنا ما بنسيء، احنا ما بنسيء وبنرفض الإساءة لأي شخص. احنا يا أخي بنقول في شغلات يا جماعة اقتصاديا قاعدة بتنهار، في شغلات لازم تتصلح، لازم تتعدل، في تشريعات لازم تتم، بدنا فرصة الآن، لأنه حرام الناس هاي كلها إذا تدمرت راح رب الأسرة، راحت الأسرة كامل. فإحنا أنا حتى الحكومة بطالبها، فلان يجي يقول بدنا نراجع، والله إحنا من اللجنة الكذا، لا عفوا، مين سجلها اللجنة؟ يسجل اللجنة بشي رسمي في البلد، سجلتوها جمعية، سجلتوها لجنة، موقع لك، أنا كمتعثر بقول لك عفوا أنت ما تمثلني. أبدعت أخوي فارس، بارك الله فيك يا أبدعت أخوي فارس، شكرا جزيلا لك. إحنا يا إخوان يعني بداية وأخيرا نتحدث وبنقول إحنا ما في إشي اسمه لا نقابة متعثرين ولا عشيرة متعثرين ولا احنا كل متعثر لجنة بحد ذاته، كل متعثر لا يحق له يتحدث بحديثه، كل متعثر هو لجنة بحد ذاته، كل متعثر له الحق يحكي بقضيته. نأمل انه الحكومة الآن تنظر لقضية المتعثرين، يطلبوا عدد من المتعثرين التجار يقعدوا على طاولة للحوار لحل هذه القضية. توافقات تمت يا سيدي، كمل على هذه التوافقات، اقعد مع التجار، شوف الحل، شوف المطلب لهذه التجار. أخونا أحمد من قضية المتعثرين أصبحت تجارة والشاطر اللي بيركب الموجة. نعم أخوي، نعم، إحنا حكينا هذا الحديث،
قضية المتعثرين صار كل واحد بده ينزل للنيابة صار يحكي على قضية المتعثرين. مين اللي بعت لي كاميرا؟ بعث لي كاميرا، ما في كاميرا. اللي بده يطلع أخوي راشد، وين أخوي راشد اللي قال بدي أطلع؟ أخوي راشد، أخوي مصطفى الزيودي قالوا بدهم يطلعوا، وينكم؟ فيا أخوان نرجع إحنا بحديثنا، قضية المتعثرين لا يمثل المتعثرين إلا المتعثرين نفسهم. يوصلوا، هاي أخونا فارس، أخوي منصور بيوصلوا سلامة. قضية المتعثرين لا يمثلها إلا المتعثرين أنفسهم. شكرا لك أختي نرمين، أنا طلعت بث بس لمصداقيتك يا سامر، ولازم الكل يفهم الصح، ويجب رسميا وعلى العلن التقدم للحكومة. نعم كلامك سليم. أخوي أحمد الصرخي ما بعت كاميرا، ابعت كاميرا. أخوي أبو ركان الطويسي زمان ما شفناك أنت بالإمارات، ابعت لنا كاميرا خلينا نشوف. ما في كاميرا اخوي احمد، احمد الصرخي انا ببعث لك كاميرا، هاي بعث لك كاميرا اخوي احمد. هاي اخوي احمد كاميرا. مصطفى الزيودي ببعث له، مش موجود مصطفى. ابعث لي يا مصطفى اشاره حتى تطلع بعد اخوي احمد، هاي اخوي احمد. اخوي احمد عندك مشكله بالنت كانه. اخوي احمد عندك مشكلة بالكاميرا، انت على قبلت الكاميرا انت مش طالع. اخوي احمد الصرخي، اخوي اسيد، احنا عارفين انه احنا ما بنتبع اشخاص، وكل واحد عنده اخطاء وصدقت، ولكن الاخطاء لما بتوصل النقد مسموح، النقد مسموح، ولكن الشتم والسب غير مسموح، ومن يشتم وسب وسيء لا يمثلنا. واحنا عارفين الصحيح يا اخويا اسيد من زمان، وعارفين احنا شو اللي حصل بالكواليس، وعارفين شو اللي بيحصل. اخوي احمد بعت لك كاميرا ووقفت الكاميرا. اخوي مصطفى الزيودي فين؟ مصطفى الزيودي، اخوي راشد او اللي قال بدي اطلع. مصطفى الزيودي تفضل، هي بعت لك كاميرا يا اخوي مصطفى. الو، مساء الخير اخوي ابو حمزه، كيف حالك؟ الله يمسيك بالخير يا دكتور. مساء الخير اخوي مصطفى، كيف حالك؟ ومسي بالخير جميع متابعينك الطيبين. تسلم يا غالي. يا حبيبي انا مش لا سمح الله لا تعدي على ناس ولا كذا، بس الاخت نرمين بتقول روحوا ناموا، والله انا ثقيله بحقنا، احنا قاعدين نناقش موضوع لا ما هو في بعض الهم الاخوان راكبنا. لا في بعض الاخوان بعثوا لها قال لها بدنا نروح ننام، فهي من حقها تقول روحوا ناموا. معلش يا اخوي لا لا، هي تقول لا يا عزيزي، يعني انت لكم محامي دفاع عنها، احنا فهمنا شو اللي حكته، فهمنا شو اللي حكته، احنا النوم ما بيجينا من الهم اللي راكبنا، نعم من صدق التعثر، حابين نسهر ولا بدنا نسهر ولا هواة سهر ولا هواة بس احنا.